اهلا وسهلا ومرحبا بالزوينه ديالي. كي دايرين؟ صافا بخير؟ صحيتكم مزيانه؟ موراكم حبابكم صحابكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو بطابع مغربي غزال ان شاء الله، خصوصا العشاق اللبسات المغربيين التقليديين. كما تعرفوا ان شاء الله مع قريبا نسافر، بدينا في العد التنازلي ان شاء الله الا كتب يا ربي غادي نسافروا هذا الشهر هذا الا داز كلشي بخير وعلى خير كما تمنينا. واكيد بزاف منكم بنات ماشي كلشي نازل، كاين اللي ما غاديش ينزلوا المغرب، كاين البنات اللي مثلا جزائريات تونسيات باغيين يسافروا حتى هما وكيبغيو بزاف يديو جليبات وقميصات هكا لوالديهم كهدايا، فبزاف منهم طلبوني قال لي انت قبل ما تسافري حاولي تدخلي لنا هكا جليبات. المهم هكاك ما لبيت لكم الطالب بيان سور، دخلت لكم كوليكسيون كتحمق فيها بزاف بزاف ديال لي شوا، اللي بغى الطارز اللي بغى داكشي سامبل اللي بغى هكا الراندا، المهم تلقاو بزاف تاع لي شوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. الا بغيتوا ان شاء الله تشوفوهم خليكم معايا. اول حاجه شوفوا لي بعدا تجلي البادي، قولوا لي هاد لا كولور هادي كتحمق، هادي دايره بحال شوكولا كافي بارده غزاله، حتى هي هكا بالطرز الزموري ولكن كلشي على الصاك. المهم البنات اللي متبعين معايا عارفين هاد الصاك هذا ماما، المهم مسامحه دشنتو لها في هذا الفيديو هذا، انا عجبني كنت بغيت نلصق هكا شي زعما باش نتصور، بان لي غير هو في البلان هزيتو نتصور به. مهم بغيت نقول لكم بيان سور البنات اللي في كندا وامريكا عجبتهم شي حاجه يتواصلوا معايا في الخاص في انستغرام، ولكن البنات اللي في اوروبا ولا في اي دوله اخرى المغرب ولا اي دوله اخرى يتواصلوا مع الوالده ديالي في واتساب، وان شاء الله اللي عجبتها شي حاجه راه غادي توصلها حتى لعندها. ما غاديش نطول عليكم، يلا ونبداو الفيديو ديالنا يلا. المهم هنايا دابا غادي ندوزو نتعرفوا على اللوينات اللي جبت لكم في هذا الموديل هذا ديال الطرز الزموري، المهم جبت لكم اللوينات فيه فنين واللي هما صراحه هما اللي كان عليهم طلب بزاف. اول لون واللي هو هذا اللي جا جامع ما بين الخضر، ما هو خضر ما هو زرق، ومحل اللون اللي سبيسيال غزال. شوفوا بعدا تبارك الله اللوينات باش مخدوم، وهنا الكويمات هما كيفاش مطروزين. المهم هاد لا كولور غادي غزاله، واكيد هاد البلو موف هذا اللي كلشي كان كيسول عليه سورتو ملي كتلبستو البنات بزاف حماقوا عليه. شوفوا حتى هو اللوينات باش مخدومه الطريزه ديالو، وتا هو هكا الكميم ها هو كيفاش مخدوم تا هو. المهم شوفوا هاد الكولا غادي فنه يعني صيفيه بامتياز. وغادي ندوزو للبلو مارين، المهم بلو مارين تا هو صراحه اللي زوين، وتا هو من بين اللوينات تا هما اللي كيطلبوهم البنات بزاف تا هو. شوف تبارك الله اللوينات كي دايرين والكميمات. المهم كانوا هادو هما دابا تقريبا اربعه الالوان اللي ديسپونيبل في هذا الموديل هذا ديال الزموري. ان شاء الله غادي نحاول البنات المتبعين في انستغرام راه غادي تشوفوني يعني لابساهم كيجيو واعرين. هنايا باقي مستمرين في الموديلات ديال الطرز، غادي ندوزو من الطرز الزموري للطرز ديال الحساب اللي حتى هو عنده عشاق بزاف. المهم هذا الطرز ديال الحساب اللي كما تشوفوا بيان سور توب كله كريب دو سوا، وجا مخدوم بالحرير ديال البرونز بالكمبيوتر. شو تبارك الله على جليلي با كي دايره الاناقه، الاناقه خصوصا منين تخدمات في النواغ اللي كيبقى سيد الالوان كيجي واعر واعر هكا في جليلبات. كما شتو يعني حتى الصدر هكا كيجي كله عامر بديك الطريزه. الفولار حاولت انني ندير اللون ديال الطرز باش تبقى الجلابه عاطيه المنظر ديالها، وتبارك الله يعني انا شخصيا حمقتني هاد الجلابه من نهار اختاريت الموديل ان شاء الله اللي غادي ندخل، عجبتني قلت لهم هذه ان شاء الله غادي نكثر منها. المهم خدمت دابا حاليا غير ثلاثه تنشوف بيان سور واش على الاقبال، وان شاء الله ملي نرجع من المغرب هذيك الساعه هضره اخرى. قولي كيف جاكم هذا الموديل هذا؟ وحنايا باقيين مستمرين في الجليبات ديال الطرز هذا، دابا الطرز الرباطي المهم نظرنا عليهم كاملين. المهم شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل هذا غزال، شوفوا لي الكميمات واللون ديال الثوب بيان سور كريبتو سوا عاوتاني، اللون ما هو صفر ما هو المهم واحد اللون زوين كريمي غزال، لون صيفي. هذا صراحه كنت باغا نخدم فيه بزاف الالوان ولكن لضيق الوقت خدمت فيه غير جوج اللوينات اللي بجوجهم صيفيين وربيعيين. هذا هو اللوين الثاني ديالها، المهم اللوين صفيفر غزال مخدوم بالموف مخدوم بالبلون كاسي ومخدوم بهذا بالدبي او الدوغي اللي بارد. المهم كما تشوفوا اللوينات فنين والتويب عاوتاني غزال مبرد من داكشي الرفيع. المهم قولي عاوتاني كيف جاكم هذا الموديل، والفولار بيان سور ما جاش معاه 100% غير عكس باش نهبط عاوتاني نبدل الفولار، هذاك الفولار اللي تصورت به تبعتوني مع هاد الجلابه هادي. ومن الموديلات ديال الطرز غادي ندوزو يا لاله الهمه والشان الموديلات ديال الراندا اللي ما شاء الله شي حاجه كما نقولوا واعره بزاف. شوفوا لي هذا الموديل هذا ديال راندا الحصيره اللي عريضه اللي تبارك الله كيجي فيها واحد الانسجام خطير، وكما تشوفوا راه كلها مخدومه الدقه على الدقه، يعني المعلمه اللي كتخدم هذا الموديل هذا الله يعطيها الصحه حتى راه كتشد فيها مسكينه ما بين سيمانه حتى لعشر ايام باش كتوجد الوحده، يعني ماشي شي موديل اللي كيوجد دغيا، مي ما شاء الله يعني النتيجه كتكون خطيره خطيره جدا. المهم شوفوا هذا اللي عقلتوا هذا الموديل هذا كنت دخلته لكم قبل العيد في لون واحد كان كرونا، والبنات عرفتي عجبهم حمقهم، راه دخلت لكم عاوتاني هذاك الكرونا هذا راه ماشي حمر. الكاميرا ما دايراش خدمتها ماشي حمر.
هنا. شو تبارك الله عاوتاني هذا اللوينات اللي باش مخدوم كيفاش داير غزال كيجي هذا الموديل هذا. انا بعدا الخضر كاع الالوان ديالو البلو والنوار الكري كيجي في كاع الالوان واعر. المهم غير هذيك الانسجام اللي كدير ماما هكا باش كتحط عليهم الحرير باش يتخدموا يعني كدير خدمه واعره صراحه الله يطال صحيح حتى هي. وكاين واحد جوج موديلات اللي كنتو سولتو عليهم بزاف واللي هو اول حاجه واللي هو هذا الموديل هذا ديال مرمه النخله اللي كيجي حتى هو هكا مخدوم كله بالضرس. هذا البنات راه جبت فيه جوج هكا اللي بغاو راه كاين جوجهم في النوار كيجي واعر. وخلاص موديل شانيل جبت فيه البلو مارين حتى هو البنات كيعجبهم هذا البلو مارين. النوار صراحه ما بقاش جبت غير البلو مارين فيه. واحد لقاسه هبط فاش جبت نجيب جليبات لقيت واحد الموديل ديال طرز طرباطي سالت واللي حتى هو في الكرونه. المهم هذا الموديل هذا هكا خفيف هكا البنات كيبغوا داكشي ديسكري. المهم هذا كيجي فيه هكا طريزات في الكميمات بجوج وكيجي فيه في هذه السلته هذه كلها هابطه بهذا الطرز هذا. المهم ها نتوما كيفاش كتجي حتى للفتحه كيجي زويون الطرز راه تبارك الله طويله يعني كتجي من هنا وكتجي هابطه من هنا. المهم هذا كما قلت لكم كرونه ماشي حمر ورجعوا الجلابه قول لي كي جاتكم. انا بعدا الشخصيه حمقتني تبارك الله كلاس. وانا دابا غادي ندوز لواحد الجليبه عاوتاني ما شاء الله. هذه كنت جبت قبل من العيد كنت جبت فيها لون واحد واللي هو الصفر كان عليه الطالب بزاف كلشي كان كيسول عليه هكاك علاش عاود دخلتها لكم اللي هي جليبه كلها مخدومه براندا. شوفوا لي هاد الحصيره هادي كلها هكا براندا ولكن الالوان انا مولي كيحمقوني. شوفوا التناسق كيفاش جاو في هاد الاخضر هذا. المهم هاد الاخضر زوين راكم عارفينه يعني من بين اكثر الالوان اللي هي كتكون مطلوبه. وكيجيو هنايا شوفوا الدرس في الكميمات كله في الكول انا عجبني التناسق بزاف. والفولار حاولت انني ندير الفولار اللي يكون في نفس اللون ديال الثوب لان ما شاء الله هنا ديجا الالوان كافيين ووافيين يعني ما نحتاجوش ندخلوا عاوتاني شي لون عاوتاني مغاير على لون الثوب. وهكا كيجي واحد التناسق اللي زوين. فانا عاوتاني تبارك الله كيفاش دايره في البلوغ ما شاء الله فنه سورتو هاد اللوينات هاد باش مخدومه صراحه لوني نسك في لون اي لون الصفر ديالها واعر الخضر الازرق كله غزال هاد الموديل هذا. وبالنسبه كما كتشوفوا الفولار دائما فاش كيكون داخلين الالوان بزاف مخدومين في الثوب كنمشي دائما نيشان لون الفولار يكون في نص هكا باش مابقاش نخلط في الالوان وكتجي اللبسه انيقه. شوفوا لي هنايا الدرس كيفاش داير شوفوا كيفاش مخدوم هنايا هاد الالوان هادو باش مخدومين كيفاش فنين غزالين خرجوا هذاك البلوغ اكثر. وخلاص تويم بارد ديال الكريب دو سوا ولا طايره كما عارفين دائما لاطاي ستوندار هي اللي كنخدم فيها. وهنايا رجعت لكم بواحد جلابه شاكرا راسها بلا ما نحتاج نشكرها جامعه الاناقه والشياكه والنخوه كلها واعره بزاف. المهم اول حاجه هاد الثوب هذا شوفوا كيفاش داير واحد الثوب صيفي بامتياز مبرد وزويون. شوفوا لي الدرس كيفاش داير هذه عاوتاني كلها مخدومه باليد. شوفوا لي الراندا ما شاء الله قداش هاد الراندا هذه كلها تخيلوا معايا كلها دقه على دقه كلها باليد وكتجي كما كتشوفوا كتجي من هنايا الراندا هذه منبته. شوفوا هذه قداش هاد الراندا حتى لهنايا هذه ما شاء الله زويونه ومخدومه اللون في اللون سورتو البنات اللي كيبغوا داكشي ديسكري ما فيهش كثره الالوان والزواق وهذه ليكم هذه خصيصا ليكم. العشاق اللون البني ولا اللون الشوكولاتي يبانوا عندي هنايا. شوفوا لي عاوتاني الجليبه هذه ما شاء الله غزاله حتى هي مخدومه بالمرمه يعني حتى هي كلها باليد والضريس عاوتاني كله باليد. وهذا الموديل هذا اصلا كتشوفي كيبان لك ربيع الصيف لان داخل في هذا الموديل هذا المرمه ديال الفراشه كما كتشوفوا كيفاش كيجي مخدوم. وخلاص هذا اللوين هذا يعني مع هذا الباج هذا عطى واحد النكهه زويونه للجلابه. وخلاص بالنسبه للفولاغ يعني تقدروا ديروا الماغون لون الثوب انا فضلت انني نكسرو بهذا الباج هذا اللي تقريبا قريب شويه باش مخدوم هنايا صافي. وديري نضيدرات هادشي اللي عزيز عليا النضاضر بحال اختكم انتصار سويك هكا سامبل توا في الباج وتبرعي ليا مع راسك بجليبه غزاله وانيقه. هذه هي لا كولور الثانيه ديال الجلابه كما تشوفوا تبارك الله عاوتاني في البلوغ عطات عاوتاني واحد المنظر اخر غزال. بالنسبه للمرمى كما تشوفوا مخدومه بهذاك الابيض ومكسوره بهذاك الكريب اللي هو حاولت انني ندخلو في الفولار باش يخرج لينا الجلابه اكثر. بالنسبه كاع لي فولار اللي كما تشوفوا اللي كلبسهم في هاد لي فيديو كلهم يعني من الموقع ديالي واللي هو انتصار بوتيك يعني الا عجبتكم هكا تناسقوا الجلابه مع الفولار راه متوفرين. وحاولت هكا يكون واحد الساك هكا كري حتى هو اللي سامبل وعطات واحد يعني الجلابه واحد الجماليه غزاله. المهم شوفوا كيفاش دايره اللوينات هي زويونه وانيقه. ورجعت معكم عاوتاني العشاق سيد الالوان الاسود
شكون اللي ما كيحماقش على الاسود؟ كاين واحد الفئه ما كتحملوش بيان سيغ، مي غالبيه كيبقى من بين الالوان الواعره اللي كيجي كلاس في اللبسه ديالو. فمهم شوفوا لي هاد الجليبه هادي كي دايره، كتحمق، التويب ديالها غزال مبرد، المهم التوب ديالها جاي بحال هذاك الستيل ديال الجوهره، مي هو يعني توب ديال الجلابه. وهنايا جاي كلها مخدومه بحال الراندا لي فريمون عريضه ومتقونه ما شاء الله. شوفوا كيفاش دايره، ولي كولور يعني نواغ ما داخلين فيه دوك اللوينات ديال الورود. شوفوا لي بحال هاد اللوينات هادو اللي مورايا، المهم دوك اللوينات بيستاش على غوزانديا على يعني تركواز، لوينات زوينين. ومهم شوفوا لي ها هو الدرس، هو كيفاش داير الدرس هذا ديال الاهرامات كيفاش كيجي غزال. وهنايا عاوتاني يعني الكول تا هو كله جاي داير بهذا. واللوين انا كنفضل مثلا جليبات نوار، غالبيه تنمشيو مع النوار ساك نوار، لان هنايا فيها اللوينات يعني ما شاء الله بركه من الالوان. شوفوا لي تبارك الله عاوتاني هاد الجليبه هذه، هاد الجليبه هذه يعني في خاطر البنات العزيز عليهم جليبات مخدومين لون في اللون. المهم شوفوا تبارك الله كيفاش داير بعد هاد التوب غزال، كيفاش داير هكا التوب ديالو هكا محفر ومبرد زوين. والراندا هنا مخدومه براندا مدوبله كما تشوفوا تبارك الله قداش هاد الراندا هادي، وجات هكا فيها واحد النبات هكا خفيف. وهنايا خلاص الدرس اللي في الكول جاي داير كله، والكميمات بيان سور. وشوفوا تبارك الله كيفاش كتجي غزاله. هادي مثلا كتقدري تلعبي بلي زاكسيسوار، فولار، ساك، صنداله، ولا الموكاسان، ولا الشربيلات تلبسي، هو اللي كتحاولي انك تغيري اللون ديالو. المهم انا حاولت نكسره بهاد النيود هذا، وعطا الله اللوينه. تقدري ديري البيج، تقدري ديري شحال من لون واللون مع هاد الجليبه. واحد مولاتي الجليبه غزاله، فيها واحد الميكس واعر واعر في الخدمه. المهم حنا غادي نشرح لكم شويه بشويه. بالنسبه للتوب جاي قريب شويه لهذيك المليفه المحفره. بالنسبه هنايا للخدمه كما قلت لكم، اول حاجه نبداو بالكميمات. شوفوا لي هاد الطرز هذا، وتا اللوينات باش مخدومه هاد الصومو هاد الخضير خضيدر جا غزال. هذا الطرز وهنايا بهذاك البريد. وهنايا بالنسبه للكول كما تشوفوا كله تا هو داير هكا بالدرس كله من هنايا. وهذه جات راندا بحال راندا الملويه، شوفوا كيفاش كتجي واحد راندا غدا هكا كتلوى. وهنايا عاوتاني واحد الخدمه بالبريد. وهنايا في الجناب كله جاي دايره بالطرز غزاله، وحتى لا كولور فنه، هذيك الكولور هكا بوردو يعني ماشي حمراء. وحاولت انني ندخل معاها هذا الفولار هذا في الخضر ولا في السومو، بجوجهم يجيو زوينين.